الجريمة الانتخابية هو استخدام العنف أو التهديد أو الترهيب أو شراء مثلا أصوات الناخبين من خلال تقديمهم رشوة أو هدايا، كأن تكون بعض الهدايا العينية تقدم إلى الناخب لغرض دفعة إلى عملية تصويت لصالح مرشح معين، هذه تعتبر من الجرائم الانتخابية. أما المخالفات، المخالفة هي نشر الصور في أماكن الغير مسموح لها والتي حددت من قبل اللجنة المشتركة اللي بيننا وبين بلدية المحافظة.